مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. ارتفاع تدريجي للضغط الجوي على مستوى سطح البحر يشمل أغلب مجالاتنا البحرية هذا اليوم. هذا الصباح كانت السماء عمدا مغشاة ببعض السحب العابرة بأغلب مجالاتنا البحرية كما تبينه صور القمر الاصطناعي أمامكم. تطور الوضع الجوي لما بعد الظهر بالنسبة لحالة طقس سحب عابرة تتواصل بأغلب مجالاتنا البحرية، والريح بشمال تونس تهب غربية شمالية غربية ما بين 15-25 عقدة. البحر عامة متموج بشرق تونس شمالية فشمالية غربية ما بين 15-20 عقدة، والبحر متموج كذلك بخليج جابس تهب ريحة شمالية غربية فشمالية شرقية ما بين 15-20 عقدة، والبحر عامة متموج. بالنسبة للرؤية تكون جيدة بأغلب المجالات. هذه الليلة طقس يصبح تدريجيا مغيم جزئيا بأغلب المجالات، وريح بشمال تونس تتواصل غربية ثم تتجه تدريجيا غربية شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية غربية ما بين 15-20، والبحر عامة يتواصل متموج. بشرق تونس تهب ريح غربية جنوبية غربية ما بين 10-20، والبحر متموج. أما بخليج جابس فتهب ريح شمالية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية غربية ما بين 10-20 عقدة، البحر موفر فقليل الاضطراب. بالنسبة للرؤية تكون جيدة بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله: طقس يتواصل مغيم جزئيا بكافة مجالاتنا البحرية، وريحة تتواصل من القطاع الغربي بشمال تونس ما بين 15-20 عقدة تتقوى فعاليتها آخر الليل 25-35 عقدة، والبحر عامة مضطرب يصبح شديد الاضطراب آخر الليل. أما بشرق تونس فتهب الريح في البداية من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي ما بين 15-20 تتقوى فعاليتها آخر الليل 25-30 عقدة، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب آخر الليل. بالنسبة للرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. بمنطقتي الشابة وجربة تتواصل الريح من القطاع الجنوبي ثم تتنقل تدريجيا إلى القطاع الشمالي ما بين 15-20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب. بالنسبة للرؤية تكون من متوسطة إلى جيدة. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناء صفاقس 38 سنتيمتر، متوقع للساعة 10 ليلا و57 دقيقة، ومتر و62 سنتيمتر، متوقع للساعة 4 صباحا و55 دقيقة. بميناء جابس 62 سنتيمتر، متوقع للساعة 11 ليلا و6 دقائق، ومتر و5 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و11 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف26 سنتيمتر، متوقع للساعة 10 ليلا و55 دقيقة، و94 سنتيمتر، متوقع للساعة 5 صباحا. هذا كل ما لدينا لهذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والانتباه. إلى اللقاء.